أحمد حجازي يتقدم لنادي الاتحاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد حجازي يمنح الاتحاد التقدم ضد العين. منح المدافع المصري الدولي أحمد حجازي فريقه الاتحاد التقدم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين عند الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول، وبدأت مباراة الاتحاد ضد العين بشكل سريع وسط محاولات من العميد لتسجيل هدف مبكر، وتمكن أحمد حجازي من هز الشباك برأسية رائعة بعد تنفيذ مميز لكرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء. هدف جميل جدا من مدافع منتخب مصر أحمد حجازي يتقدم به لنادي الاتحاد على نادي العين. مزيد من التألق لنجمنا المصري أحمد حجازي، وبالتوفيق لنادي الاتحاد العميد ويعود زي الأول فريق قوي جدا في السعودية وفي آسيا. ياريت تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.